فوصلنا لمساحتنا الأخيرة لليوم. دائما يعني نحكي عن الفتيات والسيدات قديش بيهتموا بحالهم، وموضوع الأظافر هو من المواضيع يلي دائما بتشغل بال الصبايا، كيف ممكن يعني يحافظوا على أظافر صحية ونظيفة ومرتبة، وخصوصا البعض منهم بيعاني من حالة التكسر أو ضعف بالأظافر. لنحكي أكثر عن هالموضوع أكيد بيسعدنا نرحب بمريم خاطرة، وهي اختصاصية جل أظافر وتصميم أظافر. أهلا وسهلا فيك، صباحك ورمضان كريم. صباح الخير عليك يا رب. صباح الشي بدي اشوف اظافرك. صار لي من اول ما اجيتي وانا عم شوف اظافرك. خلينا نحكي بدايه شلون نحن اليوم نقدر نعتني باظافرنا، يعني مشاغل الحياه كثيره ويا دوب الواحد يلحق يلاقي وقت لحتى هيك بشكل سريع. اهم شيء يعني جمال الايدين والاظافر، هذا كثير منظر انا بحسه كثير اساسي، يعني اول ما بدي اطلع على حدا بطلع على اظافره وايديه. فكيف نحن اليوم فينا هيك نعتني باظافرنا نحميهم من التكسر من بعض الامراض الشائعه؟ هلا اول شيء بالنسبه للبنات والستات اللي بيجلوا، اول شيء بنصحهم يلبسوا كفوف. في كثير ناس اللي ما بعرف اشتغل بالكفوف، في كفوف مقاسات احنا بنلبسهم على قد ايدنا نشتغل فيهم، خصوصا اللي بيشتغلوا بالمنظفات او شغلهم بالمنظفات. هاي اول خطوه. ثاني خطوه نستخدم المقويات اللي عباره عن مواد طبيعيه، ما بدي انا بدي اعرف شو عم حط على ضفري، ما بدي احط مواد تزيل الضفري. مثل شو؟ في مواد عم يشتروها الصبايا هي ماده الفورمالين، بتصلب الضفر لكن لها اضرار كثير للاظافر. ممكن تبلش بالتهاب الضفر، تبلش بنقص الدرويه الدمويه حوالين الضفر، ممكن توصل لسرطان الجلد. لهيك انا بدي مقويات تكون كلها طبيعيه مثل الزيوت، اعرف شو عم حط على اظافري واعرف شو عم يفيدني هذا. بحال ما فادني المقويات بكون انا عندي ناقصني كالسيوم او بروتين او حديد. شوف بحاول ادخل على نظامي الغذائي هدول، ممكن بالاكل بيض، الاسماك، الخضروات، الفواكه، سبانخ، اشرب الحليب. شوف انت الطفل الرضيع الصغير كيف اظافره ناعمين قوام حلو لانه على طول بيشرب حليب، او اكل معلقه سمسم كل يوم. تمام. خلينا كمان نحكي اكثر، يعني اعطيتي نصائح انه كيف السيده تبلش تحمي اظافرها انه هي تلبس كفوف، ولكن في اشخاص ببنيتهم اظافرهم ضعيفه فبيلجؤوا لموضوع الجل اللي هو كثير دارج، لدرجه انه في اشخاص بيقول لك انه لا اصلا يعني بعد ما يشيلوا الجل بيرجعوا ما بدل ما يلاقوا الاظفر قوي لا بعده ضعيف وعم يتكسر، هون شو بتكون السبب عن جد؟ يعني مثل ما شائع انه الجل بيضعف الاظافر؟ لا، الجل ابدا ما بضعف الاظافر، بالعكس بيحميهم من التكسر. اذا انا بدي احافظ على اظافري اعمل لهم طبقه حمايه بالجل، حافظ اذا احافظ عليهم من التكسر. الجل قبل ما له اضرار ابدا، بالعكس كثير مفيد للاظافر، بقوي الاظافر وبحميها من التكسر. طب نحن عم نحكي جل، يمكن في كثير اشخاص ما بيعرفوا شو هي التقنيه، خلينا هيك نوضح اكثر شو هي. الجل انواع، في عندي الاكستنشن اللي هو نص ضفر انا بصب عليه جل، عندي صب الجل بدون ما احط ضفر عشان البنت اللي ما بدها تحط التيكو مثل انا عملتهم هلا صب. في عندي البولي جيل والسوفت جيل اللي فيني اعمل فيه ديزاينات واشكال. كثير انواع على الجيل. هلا حكينا عن الايجابيات والحاله التجميليه يلي بتصير وقت نحن بنعمل اظافرنا والجيل، اكيد في سلبيات، يعني لكل الايجابيات في بتلاقي هيك نوع من انواع السلبيات او الاضرار، ممكن يسبب اضرار ببعض الاوقات او اشخاص محدده. هلا في حال انا اظافري رقيقه بدي مثل ما قلت حافظ على نظامي الغذائي، الجل ابدا ما بيضاعف الضفر. في حال ما له اي سلبيات؟ ما له اي اضرار، بالعكس كثير منيح كثير مفيد. في كمان للناس اللي بتاكل اظافيرها، في عندي شعيرات الفايبر للناس المخصصه لهي الحالات، مخصص لهي الحالات. الاشخاص اللي هدول اللي بياكلوا اظافرهم عندهم قضم الاظافر شغله ما فيهم يستغنوا عنها، شلون ممكن يغيروا هاي العاده او طرق لحتى تساعدهم؟ هاي عاده عصبيه بيعملوها لما يتضايقوا او يزعلوا او يعصبوا او يمروا بمواقف مزعجه، حاول انا اخفف من هالتوتر، التهي باي شيء ثاني، لانه قضم الاظافر كثير عاده سيئه للضفر، لحوالين الضفر، للاسنان، للثه، خرب شكل الفكين، خرب شكل الابتسامه. انا حاول انه استرخي، اعمل يوغا، ابعد عن هاي القصص التوتر.
حكينا عن امراض الاظافر، من امراض يلي بتصيب الاظافر هي الضعف والتكسر، وايضا موضوع الفطريات ومن الشيء اللي بيصيب الاظافر. خلينا نحكي شو سببه وكيف يعني بيتم العلاج. انا قبل ما اشتغل بالجل بدي اكشف على الصبيه اشوف اظافرها، فيهم مثلا نقط بيض، فيهم صفار. نقط البيض ممكن عندها نقص كالسيوم، فقر دم، انيميا. الصفار ممكن فطريات. فهل انا بوجهها لعند طبيب جلديه؟ ما فيني اشتغلها بهي الحاله، ما بدي انا سكر على الضفر في الجل، اخنق الضفر، زيد الطين بله. بوجهها عند طبيب جلديه. في حال ما فيها شيء بلش انا بالشغل، ما انا اهم شيء بشغل نظافه، اعقم الادوات، الطاوله اللي بدي اشتغل عليها، بلش نظف اللحميات، خرش الضفر، تخريش بس مشان نسبه الجل. تفضلي. انا كان بسالك عن مضاد الفطريات، كثير كمان بنشوفه يباع يعني بعده اماكن، قديش هو فعال قبل الجل كمان استخدام الجل؟ هلا قبل الجل انا ما بدي احط شيء بنوب، ما بدي حتى انقع ايدي بمي او زيت، ما بدي يكون في رطوبه بالضفر بنوب. لهيك انا ما بدي سكر على الضفر يكون في رطوبه، فساوي له فطور. مضاد الفطريات هذا شغل الدكاتره، شغل الصيادله، بس انا بوجهها لعند طبيب في حال شفت صفار، نقط بيض، لون مو لون الطبيعي للضفر. الجل اللي عم تستخدموه او اللي عم يستخدم هلا حاليا، كيف نحن فينا نفرق بين الجل السيء والجل الجيد، وشو هي الاخطاء الشائعه اللي بتصير؟ وقت بدي اشتري مواد حاول اني ما استرخص بالمواد اللي بدي اجيبها، اكيد لانه الغالي حقه معه. السؤال الثاني. المواد هي شغل المركز، ولا انا مثلا كشخص بدي اساوي انا اللي بدي اشتري المواد؟ كيف بدي اعرف مثلا انا اذا رحت على مركز بدي اساوي اظافري جل، كيف بدي اعرف انه هذا الجل نوعيته سيئه او منيحه؟ انا بالماركات حاول اني اشتري ماركات معروفه ممتازه، ما استرخص بالمواد اللي بدي اشتريها. الاخطاء اللي ممكن تصير انه انا اشتغل يكون في امراض، ما نظف اللحميات، ما خرش الضفر منيح، اللي ثاني يوم ابع الضفر، يكون مو مخرش الضفر منيح، مو مجهزه الضفر قبل ما احط الجل. طيب خلينا نحكي اكثر اليوم عن شكل الضفر. يعني كثير بنلاقي صبايا مثل اي شيء يعني موضه بيجيبوا لكم صور، يمكن بتقلك بدي مثل هذا الموديل، هذا الشيء ينصح يعني ولا لا؟ كمان شكل الايد، طول الاصابع، هي التفاصيل كلها بتلعب دور انه كيف حيبين التصميم اخر شيء على الاطفال. انا بشوف مثلا اصابع مثلا صار في برده معينه، ممكن انا اطول لها شكل ضفر، ممكن عاملون شو البردة مدور. هي اللي بتكون لنوضح أكثر، مدور أو مثلث مبوز شوي. حال أظافر عريضة ما بدي أعمل لها أنا مربع ودف الشكل الإيد أكثر، بدي خلي شكل البردة تعطيها شكل إيد حلو، يعني شكل الإيد أنا عم بكون أطول لها أصابع بهالبردة. طيب نحن أنا بشوف أشخاص عاملين جيل، ممكن أي حركة غلط ينكسر هذا الجيل وينكسر الضفر معه، فأنت ما متخيل الألم اللي ممكن يسببه هذا الموضوع، فشو هي شلون نحن بعد ما نعمل الجيل نقدر نحافظ على أنه يتكسروا فما يصير بهيك حالة؟ هلا الجيل أهم شيء نظافة الجيل، أول شيء كون أنا منظف اللحميات، خرشة الضفر، اشتغل على هالاساس. الشغل الصح ما بده يوقع الضفر، يعني طالما الشغل صح انا لازم يضاين معي لثلاث اسابيع بعد ما يطول الضفر اعمل له روتوش. كنت عم تحكي عن المده الزمنيه هي ثلاث شهور، ثلاث اسابيع للجيل، عفوا ثلاث اسابيع. كان حال الشغل صح ما لازم يقبع، بيطول الضفر بعمل له انا روتوش، فيني خليه سنه وسنتين وما في اي اضرار له. طيب يمكن في صبايا ما بيحبوا كل موضوع الجيل ولا بيحبوا يفوتوا فيه انا ما بحبه ابدا. يا خاف عنا مثال، ما بيحبوا ابدا يفوتوا بهذا الموضوع، كيف ممكن هن يعني يحافظوا على شكل اظافرهم بطريقه هيك مرتبه ظريفه؟ حتى يمكن في اشخاص ما بيحبوا يطولوهم ابدا يعني، فكيف ممكن هن ما تدخل الجيل وتحافظ على اظافرهم مثل ما قلت بالمقويات، تحافظ عليهم اذا حابه تطولهم، تحافظ عليهم تكسر طبقه خفيفه الجيل. ما حابه تحط الجل للاظافر الصناعيه، حابه تهتم باظافرها بالمقويات، بالنظام الغذائي. انا يعني بشوف اشخاص كثير بحب المنظر على غيري، بس انا ما بتخيل حالي عامله جل او اظافري طويله، بحسهم هيك ما بعرف بدهم اعتناء دائم تنطفيهم، يعني خصوصا من الجراثيم والبكتيريا خصوصا بهذا الوقت. نشكر كثير وجودك لليوم معنا مريم، وكل التوفيق اكيد لك. شكرا، يعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك.